وعندي استفسار، يعني هل يعني كل أحد يعني متزوج، كل شخص متزوج نحلم فيه إنه هو مثلا يتزوج، يعني يتزوج مرة ثانية ويعني فرح وكذي، يعني هو يعني إنه بيحمل أو هذا يعني؟ لا احيانا لا احيانا يكون زين. ما السؤال؟ يعني اذا كان الرجل متزوج يتزوج، هل احيانا يدل على الحمل ام يدل على الزواج من ثانية؟ هذا سؤالك؟ هي بس إذا كان لا يحمد يعني لا تقول. ان شاء الله. الله المستعان. زين، هي البنت هذه ذكية، يعني جابتها على صيغة سؤال انه يا شيخ هل يعني اذا من يرى انه يحلم ان زوجه يتزوج، يعني دائما يكون انجاب ام يعني يتزوج؟ فلما قلت احيانا كذا، شيخ اذا مو بزين لا تأوله، فيعني هو لها المنام. فلما ان المتزوج اذا انه يتزوج فهل يؤول بالانجاب؟ وهل دائما يؤول بالانجاب؟ ليس دائما يؤول بالانجاب. انا احب ان اقول متى يعلم ان الرجل يتزوج. اولا الله يستر الليلة، أولا إذا رؤي الرجل يلبس عباءة أو بشت، علم، لا أقول ثوب، لأنه أحيانا الثوب يدل على الحج والعمرة ويدل أحيانا على الدين والتقى، لكن البشت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل به الوفود وفي المناسبات. وأيضا إذا رؤي في وجه الزوج ميل، بمعنى أنه هذا الوجه يلتفت يمينا أو شمالا إلى يعني جهة ما، من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء في شقه ميل كما أو في وجهه ميل كما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن يرى أن في وجه ترى أن وجه زوجه أو يرى الرجل أن وجهه مائل يدل على أنه متزوج من ثانية. أكمل أم أسكت؟ لا أسكت أفضل. إذن